والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في أمسية ماتعة نلتقي برائد من رواد العمل الخيري والمجتمعي نحسبه على الله ولا نزكيه، الدكتور هاني البنا، في لقاء حيوي وماتع حول الله تحت عنوان أهمية بناء التحالفات والشراكات في التنمية المجتمعية. الدكتور هاني البنا غني عن التعريف، نسأل الله له التوفيق والسداد في لقاء هذا اليوم، ونترككم مع الدكتور فليتفضل مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أنا سعيد جدا إن أنا موجود مع إخوة آمنوا بالعمل الإنساني وآمنوا ببناء المجتمع الأريتري داخل أريتريا وخارج أريتريا وآمنوا بخدمة الإنسان، وأنا اليوم معاهم عشان أتعلم كتير. معانا الأخ سلطان أبو سلمان وأعطانا فايدة مما عنده من خبرته في العمل الإنساني، ولكنه للأسف يعني تركنا وذهب لمكان آخر، والآن نتكلم مع بعض. هو حوار ما هيش محاضرة، عن أهمية الشراكة وأهمية بناء التحالفات. أصبح في العصر اللي احنا بنعيش فيه دلوقتي مع كثرة المشاكل وقلة الموارد وكثرة المصائب وكثرة النزوح وكثرة اللجوء بعشرات بالملايين، الشراكة أصبحت فرض عين، وبناء التحالفات أصبح فرض عين. لا تستطيع أي جمعية أن تقوم بدور إنساني فاعل ومفاعل وحدها. وأصبح الشراكة اللي احنا بنتكلم عليها زمان في الجلسات وفي المؤتمرات على أنها شيء نتنضج به، أصبحت من المعروف من الدين بالضرورة. ولا نستطيع في الوقت اللي احنا عندنا حوالي 7 مليون نازح داخل سوريا و 4 مليون نازح او مليون لاجئ من السوريين خارج سوريا او اكثر، وعندنا في اليمن قرابه ما لا يقل عن 27 مليون يمني يتعرضون لخطر المجاعه في وسط الصدامات الموجوده في اليمن، وعندنا في العراق مشكله الموصل الى اخره، ومشاكل أخرى في غزة، فلسطين، في ميانمار، في كل هذه البلدان. جنوب السودان في مجاعة حاليا أعلن عنها، في الصومال على وشك أن تضربها المجاعة بعد الجفاف الشديد اللي حدث منذ 3 أعوام، وده بيصيب ما لا يقل عن 1.5 مليون ويتأثرون بهذه المجاعة، والعياذ بالله إذا حدثت تأتي الجفاف على شرق على غرب أثيوبيا وكذلك في نيجيريا. فحينما نرى كل هذه المشاكل، مشاكل نتيجة للجفاف والظروف الطبيعية أو مشاكل نتيجة للصراعات المسلحة بين جماعات مختلفة وحكومات مختلفة، فكل يؤدي إلى شيء واحد، نحن لسنا قادرين على أن نقوم بهذه المهمة وحدنا أو ننجح في هذا الدور وحدنا أبدا مهما عظمت الايه الامكانيات. في بعض المؤسسات الامريكيه ميزانيتها 3 مليار دولار او 4 واستوعب، ومؤسسه ثانيه 1 مليار جنيه استرليني و2 مليار الى اخره، لكن هذه المؤسسات اجتمعت مع بعضها البعض منذ سنين عده لكي تتكامل في وضع رؤيه للتصدي لهذه المشاكل، سواء كان في سويسرا او كان في بريطانيا او كان في اي مكان في اوروبا في امريكا الى اخره. فالغرب سبقنا في هذا الأمر وبدأ يتنازل عن جزء من شخصياته الاعتبارية، ويع من أجل الدور اللي هيقوم بيه مع بعض، ومن أجل أن يضعوا رؤية للتصدي لمثل هذه المشاكل اللي موجودة أغلبها في منطقة المسلمين وأغلبها في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في المنطقة اللي احنا بنتكلم عنها ما بين اليمن لسوريا لفلسطين للعراق إلى آخره إلى آخره. طبعا مشكلة الصومال وأريتريا دي موجودة منذ يعني سنين عدة.
فلذلك الامر ده بالنسبه لنا دلوقتي لابد ان لا نسال هل نعمل شراكه ولا لا. احنا نتحدث عن كيف تعمل الشراكه. في شراكه بين الجمعيات وبعضها وبعض، في شراكه بين الجمعيات والمؤسسات الدوليه، في شراكه بين الجمعيات والحكومات، في شراكه بين كل هيئه حكوميه وجمعيه خيريه، سواء كانت هذه الجمعيات مسلمه ام غير مسلمه. شراكه ما بين المسلمين بعضهم بعض، وشراكه ما بين المسلمين ومؤسسات اخرى غير مسلمه بغض النظر عن اتجاهاتهم ايه. هنا ده ننظر الى الفكر الفقهي لكل جمعيه قدر ما ننظر على حاجه المستفيد الذي سيستفيد من مثل هذه الشراكه. كنت انا مسيحي، كاثوليكي، مسيحي، مسيحي ارثوذكسي، مسيحي انجليكان، الحاجات دي كلها دي ما تفرقش معاك. انا مسلم سني، مسلم شيعي، مسلم سلفي، مسلم صوفي، مسلم كل ده، كل ده بالنسبه لي لا يمثل العبء الكبير الذي مثلاً بكل ان نتفق جميعا على خدمه الانسان في كل زمان وفي كل مكان بغض النظر عن لونه او دينه او عرقه او خلفيته السياسيه او خلفيته الثقافيه. الله سبحانه وتعالى لما اتحدث في سوره الماعون وقال فيها رايت الذي كذب بالدين، من هو اللي بيكذب بالدين؟ فذلك الذي دعوا اليتيم، اللي بيعامل اليتيم معامله وحشه يعني بيكون بالظبط زي الايه؟ اللي بيكذب بالدين. او الذي لا يحض على طعام مسكين. ربنا سبحانه وتعالى في الناحيتين، لان اليتيم ده مسلم ولان المسكين ده مسلم. ربنا وسعها ازاي الامر؟ انا ممكن اقوم بهذه المهمه مع مؤسسه زي ما كنا نشتغل احنا مثلا في بريطانيا مع الكريستيان ايد، مع كافود. كريستيان ايد هي المؤسسه تبع الكنيسه الانجليه، او كافود او الى او وورلد فيجن الى اخره. هذا لا يعنيني بشيء. يعني كانت الاغاثه الاسلاميه سنه 90 او 91 كانت هول مؤسسه جمعت اموال او عملت حمل التبرعات. لماذا؟ لايران. يعني ما كان هناك خلاف في بعض المذاهب الفقهيه ما بين مذهب ومذهب، احنا قلنا ما فيش مذهب يفرقنا. شيعه ام سني ام اي شيء، الكلام ده كان من 90 يعني من 26 سنه. 26 سنه ونحن نؤطر لمثل هذه الشراكات من اجل الانسان بغض النظر عن الانسان اللي هو موجود. شغلنا في جنوب السودان. لما احنا رحنا لجنوب السودان في 2003 رحب بينا الجنوبيين المسيحيين. اهلا وسهلا، جيتوا متاخرين شويه لكن تفضلوا. اكثر ناس كانوا بيساعدونا هم المسيحيين في واو وفي جوبا وفي ملكال الى اخره الى اخره الى اخره. لم يمنعوا عنا التأييد والدعم في الحكومه في جنوب السودان لما دخلنا في 2003 والمكتب موجود الى الان. فبالتالي انت بتنظر للانسان اللي في جنوب السودان كما بتنظر للمراه اللي في جمهوريه الكونغو الديمقراطيه. ده في اعلى معدل اغتصاب للنساء والاطفال والبنات في العالم. في داخلها 5 مليون نازح، ودي الكونغو الديمقراطيه بلد من البلدان الحق علينا كمسلمين او كبشر ان نساعد المراه والطفل وكل الناس بغض النظر عن الدين بتاعهم. دي بحبوحه انسانيه العمل الانساني المنبثق من تعاليم الشريعه الاسلاميه. ده يعني تعملوا الطعام على حبه مين؟ مسكين. ايوه قول كده مسكينا. خلاص ما فيش مسكين مسلم ويتيما. ومين تاني؟ واسيرا. مين الاسير بقى؟ مين الاسير؟ اللي هو العدو. وعلى حبه، يعني انت مش بتطعم الطعام للاسير لانك موظف، لا، لانك بتحب اطعام الطعام للاسير اللي كان هيقتلك امبارح من غير نعم ليس على ديننا. فاحنا جينا بالنسبه للفقه المجتمع للدين الاسلامي وكشكشناه، قزمناه، صغرناه. ربنا بيفتح الابواب واحنا بفقهنا المعوج بنغلقها. ربنا بيوسع الامور واحنا بنضيقها. فلذلك لما نيجي ننظر للشراكه وبناء التحالفات، ما في تستطيع جمعيه حاليا تعيش في هذا المجتمع دون بناء تحالفات. يعني عايزين ننتصر لقضية ما، عايزين ننتصر للجفاف،
والتصحر او اللي هو التغير المناخي، لابد نتحالف كلنا ونعمل ستيتمنت مع بعض كلنا علشان نضغط على الحكومات. لابد نعمل ورش عمل مع بعض، كونك انت تعرف المشكله قبلي انا جيد، لكن لن تستطيع ان تتصدى لها وحدك مهما عظمت امكانياتك. فلابد تنتظر لما تقنع المؤسسه الف وب وجيم ودال وح، وقد تتاخر الامور ها، لكن في التاخر ده بيكون في قوه لدفع عجله التغيير ودفع عجله اللي هو محاربه الفساد ومحاربه التصحر ومحاربه الجفاف ومحاربه كل هذه الاشياء. وحدك ستستطيع ان تجري سريعا لكن لا تستطيع ان تنجز كثيرا. وده الاصل في الموضوع، كلنا لابد ان ننسى قضايانا العرقيه من اجل القضايا الانسانيه اللي تجمعنا جميعا. في العام الماضي كان في مؤتمر لاول مره الامم المتحده عملته اسمه مؤتمر القمه الانساني، كان في اسطنبول. كان سعادتنا في هذا المؤتمر ان احنا لما شاركنا فيه ها يعني ارسلنا رسائل كتير جدا للجامعات الاسلاميه من بلدان مختلفه، فالحمد لله كان تمثيلهم عالي جدا من منطقه عربيه ومنطقه اسلاميه، كان تمثيلهم ملحوظ في وجود في مثل هذه المؤتمرات. فلابد ان نجد لنا لانفسنا مكان داخل مثل هذه المؤتمرات الدوليه لكي نعرض قضايانا ولكي تسمع ارائنا ولكي نتشاور مع الاخرين ونبني التحالفات ونبني الشراكات بيننا وبينهم. واحد يجي يقول مثلا انا عايز دلوقتي انا اريتري مثلا وشغال بقالي 5 سنين، وليه الناس دول ما بيجوش يشتغلوا معايا؟ لان ما حدش يعرفها. لابد ان تعرف بنفسك عشان تبني الشراكات والتحالفات. انا حاطط ايدي في ايد مين دلوقتي؟ لازم اكون عارف ان انا حاطط ايدي في ايده. والوقت اللي احنا بنتكلم فيه اللي بنحارب فيه التطرف، حارب فيه الرجعيه، حارب فيه الارهاب، حارب فيه الانعزاليه الى اخره الى اخره، والافكار المعوجه دي كلها. فقبل ان اضع يدي في يدك كحليف او شريك لابد ان اعرف من انت. يعني من الاشياء الجميله اللي حصلت في سنه 1998 99 في ان الكاثوليك هم اللي جولنا المكتب كافول، ما اسمها كاثوليك ايد فور اوفرسيز ديفلوبمنت. بالك فكفر لما جيت لها المكتب شعروا علينا بمين، ولما عرفوا ان احنا ما عندناش علامه استفهام قالوا احنا عايزين نشتغل مع بعض احنا كمسلمين وهم كايه كمسيحيين، نتفق اين نشتغل، هل نشتغل في السودان، هل نشتغل في باكستان، هل نشتغل في افريقيا، كذا 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 كذا. فقعدت المناقشات لبناء الشراكه وبناء التحالفات دي يمكن سنتين معاهم عشان نعمل مذكره اتفاق. وبرضك حتى مراحل ومعايير بناء الشراكه ما بين جمعيه واخرى ما بتمشيش من عشان موضوعها كده. انت تروح تصور الصوره مع واحد والواحد قال لك خلاص يلا انا وانت شركاء، ماشي. حتى في التجاره قبل ما تحط فلوسك مع فلوس التاجر التاني تكون عارفه، عارف اخلاقياته، عارف سيرته الذاتيه، عارف فعالياته، عارف اللي هو الايه راس ماله، عارف انتشاره الى اخره الى اخره الى اخره. وبعد ما بتعرف كل هذه الاشياء بتبدا ايه تحط مالك الخاص بتاعك معاه في استثمار مشترك. فاحنا بنحاول ننجز او يعني في الكلام او ان نقعد نطيل في الكلام ان الشراكه وبناء التحالفات اصبحت فرض عين ولا تغتروا بتضخم ميزانيات الجمعيات. يقول لك انا بجمع دلوقتي يعني في حاجات جايه يعني تبدا يعني المبكي المضحك. احنا بنجمع 15 مليون طب وايه يعني؟ احنا بنجمع 20 مليون طب وايه يعني؟ المشكله بتاعتك انت عايزه مليار، عايزه مليار. فانت وال 15 مليون بتوعك يعني هتكونوا جزء ها؟ فلا تنتفخ اوداجك بما تجمع من مال الفقير وتتصدق به على الفقير. بمعنى ايه؟ ساعات لما بتنتفخ تورم حساباتنا بنستعلي كده نزهق بعض نفسنا. ايه هادي؟ هادي ما تقولها في السينما، تقولها في فيلم، تقولها كذا، لكن ما تجيش لان مال مال مين؟ ها؟ واللي بيعينك وياكلك من ماله هو مين؟ ها؟ واللي بيديك المرتب هو مين؟ وصاحب المؤسسه هو مين؟ خلاص انا بس لذلك ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ رايت الذي كان في الدين فمن هو؟ الذي يدع اليتيم
يعامل اليتيم انه يعتبر طفل بريء او طفله بريئه وتعتبر يعني اولي vulnerable يعني بالانجليزي اللي هي يعني ضعيفه في المجتمع او ضعيف في المجتمع، وانت بس تبص كده على شكله النظره دي نفسها كالذي يكذب الدين. النظره بازدراء واحتقار لهذا اليتيم او هذه الطفله كالذي يكذب الدين. الاثنين كفه ميزان، في كفه انت لو تؤمن بيوم القيامه ليه؟ لانك بتزدري اليتيم، تعامله معاملة غير جيدة، واليتيم ده هو من أمواله بتاخد أنت مرتبك الشهري اللي أنت بتشتري بيه العربية، بتدفع فيه الإيجار بتاعك ومصاريف لأولادك وأكلك وشربك ونومك إلى آخره. شفت عدم انسجام الفكر عند عمال الإغاثة أو عمال المجتمع؟ يستعلي على من يملك المال، ولكن من يملك المال في هذه اللحظة هو ضعيف. أرملة واليتيم والمسكين والمريض والشيخ الى اخره الى اخره. فلذلك نرجع يعني عشان نترك المجال للاسئله، نرجع نقول ان الشراكه دلوقتي وبناء التحالفات اصبحت من المعلوم من الدين بالضروره. يعني في بعض الاشياء انا بقول زي ايه؟ زي تكبيره الاحرام. تنفع تصلي من غير تكبير الاحرام؟ لا. تنفع تصلي من غير ما تقرا سوره الفاتحه؟ هي تكبيره الاحرام أو الفتحة دون تشبيه. ليه؟ لأن أصبحت الحاجة شديدة، الإمكانيات قليلة، الأعداد هائلة. إحنا فاكرين لما جمعنا مليون حلينا القضية الأريترية أو حلينا القضية السورية. القضية السورية عايزة 340 مليار. مش مليون بس. ها؟ إلى آخره يعني. فلذلك أختم وأقول إنها أصبحت فرضية عمل. فرض مفروض العمل المجتمعي والعمل الإنساني هو بناء التحالفات وبناء الشراكة. جزاكم الله خير دكتور، وبارك الله في علمكم وفيما قلتم. الآن نفتح باب المجال للأسئلة لمن أراد أن يسأل، فليتفضل. في أي مجال تفكر عليه؟ جزاك الله خير دكتور عمر فيها. كسؤال طيب، هل في الواقع في نموذج من التحالفات بين الجمعيات المخيمية؟ طبعاً بالنسبة للغرب هم بدأوا التنسيقيات دي والتحالفات منذ ما لا يقل بعد حرب العالمية الثانية يعني. يعني الحرب العالمية يعني مثلا نشأة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدأت بعد الحرب في سويسرا، بس أنا مش فاكر اسم الحرب إمتى، في النص الثاني من القرن الـ 19 1800 حاجة و 60 أو حاجة زي كده. وأسست بعد كده اللي هي اللجنة الدولية للصليب الأحمر اللي بعد كده عملت الصليب الاحمر والهلال الاحمر في كل الدول في العالم. فده اللي بدا يحدث. شوف المسيره ازاي اتعلموا من الحرب الاولى. بعد ما الحرب العالميه الاولى، الحرب العالميه الثانيه تطور العمل مره اخرى، اصبح العمل وطني. زي مؤسسات اوكسفام وسيف ذا تشيلدرن اللي طلعوا هناك والورلد فيجن الى اخره الى اخره، هتلاقي عندها 90 سنه 80 سنه الى اخره. وشعروا ايضا ان هناك الحاجه اخطر. فعملوا في بريطانيا حاجه اسمها، في ثلاث حاجات دلوقتي موجوده في بريطانيا اسمها، واحده اسمها دي اي سي. دي اي سي دي 14 مؤسسه بقى لها حوالي حاجه و50 سنه. هي بتنسق في الكوارث الدوليه الكبرى. يعني اتفقت 14 جمعيه دول انهم لو بتحصل كارثه عالميه، فيضان، جفاف، حروب الى اخره، يعملوا نداء بالاشتراك مع البي بي سي ومع الاي تي في. ففي السونامي جمعوا في اقل من اسبوعين جمعوا 400 مليون جنيه استرليني، اتوزع بنسب معينه على ال 14 جمعيه الشريكه. فدي حاجه بقى لها ايه؟ حوالي يعني حاجه و50 سنه. احنا بالنسبه لنا المثل اللي عندنا كمسلمين، عملنا حاجه اسمها مسلم تشايلدز فورم اللي هي الايه؟ المنتدى الخيري الاسلامي. اللي اصبح فيه 17 جمعيه خيريه اسلاميه في بريطانيا، عملناها على مستوى بريطانيا فقط. اللي هو في الاوكس في استغفر الله، في الاغاثه الاسلاميه، في هيمن ابيل، في مسلم ايد، في مسلم هاند، في وورلد فيدريشن ودي مؤسسه شيعيه، في اعوذ بالله مش في امداد فاونديشن، في الخير فاونديشن،
كل هؤلاء اجتمعوا على انه يقعدوا يرتبوا بينهم وبين بعض. كان لسه عاملين عشاء اعلان عنه من اسبوعين وحضروا قرابه 300 شخص من عيله القوم. فده مسيره احنا كمسلمين بداناها تقريبا من 10 سنين عشان نقنع اربع او خمس جمعيات تقعد مع بعض وتبتدي تنسق منها بعضها. كانت صعبه التنازل على الانانه النفس اللي هو نفسه اللي هو مثلا ايه؟ سواها. النفس دي اصعب حاجه انك تتنازل عن جزء من حيثيات نفسك. ها؟ فالحمد لله في العام العاشر للمنتدى الخيري الاسلامي اللي اتعمل في بريطانيا اصبح فيه 17 جمعيه بعد ما كانوا اربع او خمس جمعيات من سنتين او من ثلاث سنين. فاصبح في حاجه مريحه جدا. كيف نشوف هنواجه مشكله الجفاف في الصومال والحرب في جنوب السودان والجفاف في اثيوبيا والجفاف في نيجيريا. احنا ك 14 او 17 جمعيه نختلف على لما يكون جمعيه واحده او جمعيتين. كيف احنا لو في قانون خاطئ ها هنبتدي نقدم ورقه باسم ال 17 جمعيه للحكومه او المجتمع الدولي. طبعا عند المسلمين بدات في دلوقتي حاليا في منظمه التعاون الاسلامي في لجنه انسانيه فيها يمكن 18 او 20 جمعيه بدات تتكون. اتكونت حوالي من اربع سنين او من خمس سنين. في مصر كذلك في المجلس العالمي للدعوه والاغاثه برئاسه فضيله الامام الاكبر شيخ الجامعه الازهر. دي معموله من يمكن بقى لها 20 سنه ومقرها القاهره. ففي كذا تنسيقيه بدات تحصل عشان تبني الشراكات. في بعض الشراكات في بعض الاعمال مثلا ما بين الاغاثه ما بين القوات الخيريه ما بين عيد ما بين اي اتش اتش الى اخره. في بعض الاماكن في سوريا وفي بعض الاماكن في الصومال كلهم بيكملوا بعضهم. يعني بدات المسيره بين المسلمين تبدا في خلال ال 15 20 سنه الماضيه. ليس بقوه المسيره المؤسسات الغربيه في غرب تضخم امكانياتها ولكن بدا المؤسسات الاسلاميه تنضج وتستطيع ان ترى ان في الشراكه حل لازمات كثيره. جزاكم الله خير دكتور. كان في سؤال؟ تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. نشكر الدكتور على هذا الحديث الطيب والخبره المباركه. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع به وان يبارك في جهوده وفي جهود اللقاء القائمين على العمل الخير بصفه عامه. اسال كرم الدكتور كيف نجمع بين قول الاقربون اولى بالمعروف وبين انه هذا العطاء او الاغاثه تكون عالميه او تكون لكل البشر او تكون لكل الناس وخاصه انه ارتبطت الاغاثات بالايديولوجيات في الفترات الماضيه. يعني كيف نقدر هو الاقربون اولى بالمعروف دي قد تكون في الزكاه. يعني في بعض اراء الزكاه انك بتوزعها في الحي بتاعك. لو الحي مش محتاجها بتبتدي تخرج للايه؟ خارج الى اخره. وده بدات الموضوع ده في قضيه افغانستان. قضيه افغانستان طلعت لاول مره فتوى باخراج الاضاحي من دولنا الى الخارج. ودي كان اعتقد في احد الفتاوي اللي افتى بها الشيخ بن باز رحمه الله عليه واجازها مشايخ تبنى. فبدات الاضاحي اللي احنا بنعملها والناس بتحتاجها لانك يعني اللي عنده اللي مسلم ويقدر يعمل اضحيه لاولاده في مكانه وضحيه ثانيه بيعملها. كنا بنطلع بالاف او عشرات الالاف من الاضاحي في الخارج. في الكوارث الامر بيختلف. في الكوارث الامر بيختلف لان دلوقتي اصبح العالم ممتد داخليا وكانه عايش في غرفه نوم مع بعض. مش بس في قريه، لا صغر العالم الى ان اصبح غرفه من غرف النوم، غرفه زي ما احنا قاعدين كده. انت وانت قاعد هنا هتشوف اللي بيحصل في امريكا ولا في خبر او في اليابان او لا او في كندا ولا او في مصر او في اريتريا او في الصومال او هتشوفها. فبالتالي اصبح مع قوه او سرعه التواصل ما بين المجتمعات دلوقتي بين الافراد اصبحت حاجه الفرد اللي خارج بتكون شدتها اكتر من حاجه من هو حولك. ان انت تطول من حولك بمنتهى السهوله لكن لا تستطيع ان تطول من هم بعيدين عنك. فبالتالي انت ممكن تقسم مالك الى جزئين. جزء للاقربون اولى بالمعروف وتحدده انت سواء كان ده في الصدقات او في الزكوات، والجزء الاخر للكوارث والمجاعات اللي احنا شايفينها. يعني لما تتكلم انت عن مثلا قضيه زي القضيه السوريه في السنه السادسه دلوقتي،
داخل سوريا في 7 مليون نازح في عز الترك اللي احنا شايفينه والبرد وشدة الخوف والرعب اللي هم من الحروب والاسقاط البراميل الى اخره الى اخره والحرب على الارهاب. فبالتالي حاجتهم هتبص لها وهتديها اولويه في التقدير لها. وكذلك حاجه الناس في اليمن 27 مليون من قبل المواجهات الاخيره دي في الـ3 سنوات اللي فاتت كان اصلا اليمن على مشارف شبه نقص حاد في المواد الغذائيه. ناهيك عن المواد الطبيه، بتتكلم عن 27 مليون، مش بتتكلم عن مليون او اثنين او ثلاثه او حاله اللاجئين اللي موجودين في شرق السودان الاريتريين جزء منهم قضيه منسيه لما انت تحيي مثل هذه القضيه. فما بين حاجتك في الحي بتاعك اللي انت تطول هؤلاء الناس والحاجه الملحه البعيده بتوازن انت ما بين كيف تنفق هنا وكيف تنفق هناك. خاصه ان اصبح ايصال المساعدات العينيه والمساعدات الماديه مثل هذه الاماكن ليس بالصعوبه كما كان من قبل. زمان كنا نسمع عن كوارث بعد ما تحصل بـ6 أشهر، ياي ده حصل فيضان مش عارف يعني مثلا في الـ50ات والـ60ات والـ70ات ياي يبتدي يكتشفوا المصيبه حصلت بعدها بعدين بشهر او 2 أو 3 أشهر لما تبتدي الجرايد تنقل من هنا لهنا. لكن دلوقتي انت في نفس اليوم وفي نفس الساعه واصبح انت هنا بقى اللي هنتكلم عنه ايه؟ ان الفقه لابد ان تتجدد مساراته. ما يكونش الفقيه قاعد متجمد بشيء حصل الفتوى حصلت من 20 سنه من 50 سنه من حاجه جيده لنفس المكان ونفس الزمان ونفس الثقافه من كام؟ من 100 سنه. المجتمع اتغير والثقافه اتغيرت والكوارث اتغيرت، فلابد تستصدر فتوى اخرى تجيز مساعده مثل هؤلاء الناس. اتفضل. عندي صوتك بس عشان المذيع زعلان شوي. بارك الله فيك دكتور. شاكرين لك على مسيرتنا الرياضيه. عندي تقريبا سؤال تقدر تقول سؤالين يعني. الان في بعض مجتمعنا الان البسيط، نتكلم عن المجتمع الاريتري. مجتمع الاريتري نعم. في بعض المجموعات تبغى مثلا تبغى تقدم. بداية الكلام قلت انه الان صار فرض عين. الشراكة. الشراكة. الشراكة والتحالفات نعم. تمام. فرض عين. النقطة الأولى اللي بذكرها انه صارت في بعض المجموعات يكون ممكن أفرادهم ممكن 3 4 حابين انهم يقدموا شيء. كويس. الإشكالية ممكن يكونوا بدأوا واشتغلوا لكن يكون في تخبط. كويس. لأنه مثلا الخطوات بحكم قلة الخبرة، قلة المعرفة، كيف البداية قد يكون باجتهاد منهم يبدأوا يكون يعني عملوا عمل بسيط تمام، لكن تجد انه بسبب يعني قلة الخبرة وده ما بيستمر او بيكون في نوع من الارتباك او تلاقي حتى في استفهام طب كيف حنعمل او كيف. فأتمنى النقطة الأولى انك تقول لنا الخطوات لأي مثلا عمل مجتمعي مصغر ايش اهم الخطوات اللي يبنوا عليها او يمشوا عليها حتى يكون العمل فعال ويكون ذو فائده اكبر ويكون مستمر اكثر. طيب. هذا السؤال الثاني. ناخذ السؤال ده الاول. ها؟ نرد على السؤال ده الاول وبعدين تقول السؤال الثاني. طيب. السؤال معناه ايه؟ ان احنا بنعمل كمبتدئين في العمل الانساني على مستوى مثلا القضيه الاريتريه او اي قضيه من القضايا بنتخبط في العمل. ايوه فعلا. احنا عايزين نحط مراحل بناء مثل هذه الجمعيات يعني مرحله مرحله. اولا ليس عيبا ان الانسان يخطئ. كلنا بنخطئ، لكن علينا ان احنا نرجع نشوف اساسيات العمل ده شكله ايه. ما نبتدي نبتدي في عمل اي عمل لابد ان نبدا بعمل بسيط. عشان لو اخطانا في عمل بسيط هيكون خطانا صغير. ولابد الا نوعد الناس بماذا نستطيع ان نقدمه. والله انا اول واحد هروح المدينه دي وانا ما عنديش امكانيات، لا عندي مكتب ولا عندي وسائل ولا عندي نواحي ماديه ولا عندي نواحي اعلاميه ولا عندي شركاء، فانا بكذب. انا ايه؟ بكذب. يعني في بعض الناس
بيستفيدوا من بعض الأعمال الإنسانية لأشياء شخصية سواء كانوا مسلمين أو غيره. فالأصل نبدأ بشيء بسيط. الأصل الثاني إن احنا نستشير من حولنا ومن سبقونا. بحياتك يعني احنا لما بدأنا في الإغاثة الإسلامية من 33 سنة ما كانش عندنا أي شيء. لا مكتب ولا طاولة ولا تليفون ولا أي شيء. فبدأت الأمر لكرة التلج تبدأ بالبذرة الصغيرة دي كلها. كل يوم بتتعلم. وياما شتمونا في المساجد. ياما طردونا من المساجد. عشان كنا احنا بالنسبة لهم مستهجنين. فلذلك اوعى تبدأ كبير. اوعى تعد الناس. حذاري ان تعد الناس بما تستطيع ان تقدمه. وحذاري ان تتصدى الاعلام وانت لسه لا تعرف كيف تكتب اللي هو ايه المشروع. الامر الاخير مش احد الامور المهمه في احد الشباب هنا محاسب وسطنا. اهم شيء يبني المؤسسه هو التقارير الماليه. عدم التسيب من الاول في صرف الاموال. عدم ده لازم من اول يوم تكون تعمل. فالرؤيه تكون واضحه انا هشتغل فين وان شاء الله يكون مشروع واحد فقط. مش انا هعمل 50 مشروع او كده بكده. مش انا هشتغل في 50 بلد وانا كل ميزانيتي ما تساويش نص مليون دولار اكون انا كذاب. فبيفقد المصداقيه بتاعته في الشارع. فالتدرج في العمل الاستشاره ما خاب من استشار او من استخار الاخرين اللي سبقونا في الموضوع. سؤال الحكومات ايه النقص اللي عندكم عشان نجيبه. لابد تتخذ الحكومه المحليه شريكه. انت في حاجات هم عارفينها وانا مش عارفها. الحكومه مش عدوي. انت في مجتمع صغير وشوف الاسره يعني صعب. خدت بالك. فكل عمليات الاستشاره دي مهمه جدا 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 لتقليل الخطا. ولا وال 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 والنصيحه المهمه جدا 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 لا تقوم بما لا لا لا, لا تعلن او تعد بما لا تستطيع ان تقوم به. مش مهم انا هشتغل السنه دي ب 50 السنه الجايه ب 100 السنه الجايه بعدها ب 1000 الى اخره. بس اتدرج في البلاد. ولابد ان انا ببني الجمعيه من الداخل. لابد وانا بجمع التبرعات. ها اسهل حاجه بنعملها جمع التبرعات. اقعد اعيط في المسجد اقول خطبه كده وحمس الناس بعض الاحاديث بعض الايات بعض القصص اللي من المجتمع الى اخره والكذا الايتام الارامل المغتصبات اللي الناس تعيط في الجامعه وتجيب فلوس. لكن اصعب شيء كيف تنفق المال. واللي اصعب منه كيف تاتي بالتقرير اللي انت وعدت الناس به. واللي اصعب واصعب 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 كيف تقيس تاثير اثر المال الذي انفقته في مدينه ما او في قريه ما على الشخص اللي في المدينه نفسها. يبقى انت ما تفرحش بان جالك فلوس لانها فلوس دي بالعاطفه. لكن لابد تحسب ان الفلوس دي وراها تقارير وراها محاسبات وراها مرجعيات وراها قياس الاثر اللي بتتحسن بمجتمعاتنا انت بتشتغل فيها. فلذلك التدرج مهم جدا جدا. يعني احنا لغايه سنه 88 89 ست سنين كان ميزانيه الاغاثه لا تتعدى ربع مليون او 300,000. بعد كده ربنا فتح في التسعينات وبعدين بعد كده فتح في 2000 اللي بعد كده لا اصبحت انت يعني بتبص المؤسسه دلوقتي عندها 200 300 500 مليون. هي بدات من الصفر بس خدت 30 سنه وانت عايز كل حاجه يلا مش كده؟ صح؟ مش كده برضه؟ السؤال الثاني بقى هو السؤال الثاني انه اغلب المجموعات مثلا اذا فكروا انه مثلا يكون يدهم بيد ايوه يد باب مثلا او يعمل عمل ضخم تمام اكثر شيء اشوفه انه دائما ما يكون في اتفاق او مثلا يكون هذا يقول لك يكون مثلا دائما تحس انه الشخص مثلا عنده فكر لا احنا نكون هنا وهنا دائما يكون في اختلاف يكون في مو الخلاف اللي هو مثلا اختلاف الافكار في التوجه اختلاف الافكار، اختلاف التوجه، اختلاف القيادات، الحاجات دي كلها. فما يصير في اتفاق مثلا.
أو يصير مثلاً نوع من البرود التكاسل مثل خلاص يعني إذا هو مثلاً بيفكر خليه هو بيكون كل شيء يكون في العمل ما يكون بالمضمون العمل الجماعي فيكون أغلبه يعني ممكن يقول لك خلاص صاحب الفكرة مثلاً يكون هو يكون كعمل فردي ما حيكون كعمل جماعي فالمعاناة في إنه عدم توافق الأفكار عدم يعني الاجتماع على العمل بشكل جدي هو إذا أردت أن تجمع الناس على رأي فقه واحد فستفرقهم. دي قاعدة، قاعدة فقهية أو شرعية بعرفينها أكثر مني عن الفقه. فأنت بالتالي بتعمل شيء بسيط يجتمع عليه الآخرين. ها؟ وفي عمل التنسيق والشراكة ألا تلغي شخصية كل جمعية معاك. كل جمعية لها شخصية اعتبارية. احنا كلنا هنتنازل عن 10% من شخصيتنا الاعتبارية ونحط مع بعض اللي هو ايه الشعارات بتاعتنا على الصندوق الغذاء او على مشروع الاضاحي بس هو هياخد مدينة انا هاخد مدينة انت هتاخد مدينة وهكذا وتبتدي بحاجة بسيطة بسيطة عشان عمليت ونفس وما سواها فألهمها فجراها وتقواها عشان عملت نفس دي والنفسنا ما تجيش فلابد لما نبدا مشروع ما نبداش حاجه كبيره نبدا بشيء بسيط نجح نكبر نجح نكبر يبقى التدرج في بناء الشراكات مهم جدا التدرج في عمل مشروع بسيط ملموس لابد اللي بيدير ما انت مش لاقي جمعيه في 12 او 13 منتمين لكل جمعيه للجمعيات والرئيس ملوش دعوه باي جمعيه عشان الرئيس لما يجي ياخد قرار لا يحسبوه على الجمعية دي ألف ولا الجمعية باء ولا الجمعية جيم ولا الجمعية حاء إلى آخره فلذلك في التنسيق ده لابد من معايير التنسيق أن تنصب المنسق من عامة الناس ما يكونش المنسق من أحد الجمعيات دي مشكلة بتحصل عندنا أصل الشيخ ده والأخ فلان فلان ده رئيس الجمعية دي هو أحسن واحد فينا ما تحطه فبعض الناس يتصيدون الخطأ واخد بالك واوعى تبدا بمشروع كبير ابدا ان شاء الله باي مشروع صغير وسهل عشان ننجز فيه وتكون اثر واضح فتشجع الناس على ان يخشوا بعد كده وليكن مثلا مشروع ب 100000 ريال او 100000 جنيه وخمس جمعيات او 10 جمعيات كل جمعيه ده عارف ايه 10 او 20000 جنيه غير لما تخش بمشروع بمليون واثنين وخمسه وعشره خدت بالك هتوصل للكبير ده بعدين لما كل جمعية تثق في التانية وبالرغم من ان كل هذه الجمعيات كلها توجه اسلامي جيد الا ان عنصر الثقة مهم جدا جدا عشان معانا سلمت عليك كده تعشينا مع بعض وكلمنا انت قلت لي آية انا قلت لك حديث انت قلت لي حدوتة انا قلت لك قصة وهكذا يبقى احنا لا الثقة شيء تاني مختص الثقة بيك بالتعامل والبناء اللي ياخد سنين زيك انا قلت لك لما جيت مع كافو الكاثوليكية قعدنا يمكن سنتين او ثلاث سنين عشان نكتب الايه؟ مذكرة التفاهم بيننا وبين بعض، ودلوقتي اصبحت الشراكة قوية جدا واصبحوا يدافعوا عننا احنا في المجالس الخاصة بتاعتهم، في عدم وجودنا، لانهم كسبوا الثقة دي من التعامل معنا بعد سنين. الحكومات بتكسب الثقة بعد سنين، طب دافع عنا. مش مجرد رحت تصورت مع وزير او رئيس وزراء او رئيس جمهورية او امير او ملك يبقى خلاص الحكومه وراك لا في ناس بيقعدوا يكتبوا عنك تقارير واخد بالك وبيشوفوا تصرفاتك وبيشوفوا ردود افعالك واخد بالك وبيحاسبوا وبيحللوا اعمالك وبعدين بيكتبوا تقارير ايه احنا نثق في هذه الجمعيه اللي بتاخد سنين طب احنا بناء على هذا الدكتور نسال سؤال ايش ابرز الخطوات العمليه اللي مرت كنموذج مع كافد يعني مثلا في البدايه ايش كان مثلا لقاء تعارف بالانشطه بعد كده السكوب لما نتحدد العمل بعدين ايش الادوار والمسؤوليات والصلاحيات يعني ما خطوات عمليه بحيث انه هو اول خطوه انهم اتعرفوا علينا في لقاء عام كان رئيس الجمعيه بيتكلم في كده بيقول انا اول واحد دخلت البانيا في سنه 92 قلت لك تعرف في اللقاء ده قلت له لا انا دخلت على بوسنه 91 كنت في البانيا في ديسمبر 91 ماشي بالك فقلت خلاص قبل ما يجي يقعد معانا سال عننا
وسأل عننا رئيس المركز الإسلامي الله يرحمه الدكتور زكي بدر من الشخصيات الإعلام اللي موجودة ببريطانيا، قال لا أروح أشتغل معه يعني قبل ما يجي سأل عندي المعلومة. فلما سأل جه قال كلمة واحدة، قال أنا عايز أوري الناس إن إحنا الاثنين عايزين نشتغل مع بعض، أوري مجتمع الكاثوليكي وأنت أوري مجتمعكم المصري، وأنا ما عندناش مشكلة عشان نعرف بقى. مش أنت بيقول لك في كلمة كده باللغة الإنجليزية الشيطان في التفاصيل؟ نعم ديفلز إن ذا وات؟ إن ذا ديتيلز. يس ذا ديتيلز. كلام إنجليزي؟ شوية يعني. طيب خلاص. فرنساوي. فرنساوي؟ طب اديني بقى فرنساوي عشان جسمي. فالمهم فبعد اللقاء اللي هو الحلو ده والصورة والحاجات دي كلها، لما قعدوا الشباب يتكلموا مع بعض على التفاصيل خلال سنتين. طب احنا ليه مش عايزين نشتغل مع بعض في السودان؟ لان السودان في حرب ما بين مسلمين ومسيحيين، فطلع السودان بره. جت احداث سبتمبر والحرب على افغانستان في 2001، قال احنا عايزين نديك فلوس ايه عشان لانه كان دنيا تلج والناس هناك ما فيش اي مساعدات بتطلع في الجبال عشان التلج، فادونا مبلغ كبير لايه؟ لافغانستان. طب بس ده بعد ايه؟ بعد مشاورات سنتين. اول برنامج. لا اول برنامج. بس بعد ايه؟ ما قعدنا وكلمنا ورحنا ورجعنا وكذا 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 وكذا، مبلغ ايه 300,000 دولار ماهيش مشكله. بس جه في ايه؟ في حته في منطقه خطوره اللي هي افغانستان. طب لما حسوا ان احنا لنا مصداقيه وهم ما عندهمش مكتب في المنطقه. وقال خلاص روح انت اشتغل معاهم وهكذا، وبدات بعد كده سلسله ايه؟ تمشي خطوه 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 خطوه. في ساعة حرب ساعة 2001 اللي هو أحداث سبتمبر كان في جلسات خاصة بيتكلموا هم فيها عننا احنا. ده احنا عارفينهم انهم بيعملوا كذا وبيعملوا كذا وبيعملوا. الثقة بدأ ايه؟ بس خد كام؟ خد سنتين. يعني افهم من كلامك دكتور في البداية تعارف بعدين مشاورات عشان تحديد نطاق العمل. ايوه واتفاق. الاتفاق. نعم. بحيث انه فين المناطق اللي ممكن نعمل فيها مع بعض؟ يعني كأنه المحظورات. ايوه. نبتعد عنها. لذلك لما كنا اخوانا بنتكلم عن اللي هو التنسيق والشراكه دي، ابدا بشيء بسيط خالص لا يختلف عليه احد. خد بالك ويكون ليه عائد سريع وتاثير ملموس، فالناس كده تبقى ايه؟ متحمسه انها تكمل بعد كده. لكن هتبدا بحاجه كبيره كده مكلكعه الى اخره، هتبقى تدخل نفسك في مشاكل كتير. يعني يقول الخطوة الثالثة تحديد المشتركات. أيوة البسيطة المرئية السريعة التنفيذ والملموسة في الأصل. طب فين مكان دكتور الاستثمار المشترك؟ لأنه لو في كل مرة أنت تدفع من اللي معاك ويدفع من اللي معاك، مهما يكون الميزانيات محدودة الموارد محدودة، فيمكن يكون في نوع من الاستثمار المشترك. يعني ايه استثمار؟ فلوس، بحيث انه انتوا الاعمال الخيريه من فين حيكون؟ هو العمل الخيري في الغرب غير العمل الخيري في الشرق. طيب. كلمه الاستثمار دي مش موجوده هناك. مش موجوده. موجوده عند حضرتك هنا. طيب تمام. هنا العمليه بسم الله ما شاء الله حسن على علي على محمود على حسنيه بيعملوا صلاه. يا سلام. واخد بالك؟ واخد بالك؟ فلذلك انت حكايه الاستثمار دي تيجي ميزانيات عندهم اللي هي الميزانيات اللي هي ايه؟ اما الحكومه بتدي فلوس. واما مؤسسات مانحه بتدي زي الامم المتحده وخلافها، واما كبار رجال اعمال بيدوا، واما الحملات اللي هي الشعبيه. جميل. فبيخش في الحملات الشعبيه دي. الحملات الشعبيه فيها جزء مخصص وجزء غير مخصص. بالظبط. في جزء مخصص للكارثه، بيقول لك والله انا هخش من هاخد من الكارثه دي مثلا 10%. جميل. وانت تحط اللي عندك، انت ممكن تقول له والله انا عندي مكتب هنا في المنطقه دي، انت ما عندكش مكتب. انا امكانياتي مش ماديه كاش يعني. انا امكانياتي اني اعمل لك اللوجيستيك بتاع الموضوع والمتابعه الى اخره. ده يعتبر ايه؟ معجل ابني بعض الابار والخزانات. المجتمع المحلي نفسه اجبرناه لانه يعطي ان شاء الله يعطي قد كده. فاللي جمع بالروبيه واللي جمع بالدينار السوداني اي حاجه، بس يحس انهم ايه؟ بيدفعوا انهم مشاركين. ان شاء الله يكون مشاركه دي 5% او 3%. واللي قال لك انا هعمل السباكه، واللي قال لك انا هعمل اللي ايه؟ اللي هو كسر الحجاره الى اخره. فالمجتمع اصبح يؤدي يقدم ما لا يقل عن 15 ل 20% من تكلفه المشروع. في العماله
ها وفي تبرعات بتجمعها منه عشان يشعر المجتمع انه بيملك مثل هذا المشروع. فانت بتتفق معاه على كل واحد بيقدم امكانيات بالك، وكل واحد له دور من الاول. انا دوري ان انا هخطط للمشروع، انا دوري ان انا هنفذ المشروع، انا دوري ان انا هراقب المشروع، انا دوري الى اخره. مسؤوليات، مسؤوليات محدده. طب توثيق الاتفاقيات هل يعني يكون مثلا من مجلس اداره المؤسستين او الرئيس ولا في جهه عليا اعلى من هو؟ هو في الغرب مفيش جهه عليا هتيجي تتفق الا في موضوع اللي هو الاقراض واللي بنسميه مايكرو فاينانس. لو انت عايز تدي لبعض الناس فلوس وعايز تضمن فلوس كلها ممكن تدخل المحكمه المحليه او المحافظه اللي هو المحليات الى اخره. لكن الاتفاقيات اللي ما بين الجامعات وبعضها بعض هم اللي هو رؤساء مجالس الاداره والرؤساء المدراء التنفيذيين هم اللي بينضوا وفق القانون بتاع البلد. ما هو الدور منظمات شرعية في هذا المجال؟ منظمات إيه؟ شرعية. شرعية؟ شرعية. المنظمات الشرعية في العمل الإنساني. هو كل فصيل مجتمعي بيحاول يقدم خدمة. يعني بدأت المنظمات الدينية المختلفة بمختلف توجهاتها يكون لها دور. يعني المنظمات الإسلامية بعمومياتها بدأوا في السبعينيات كنا بنقوي خارج البلاد في المجتمع الدولي. في من ده يعني كان أغلبهم من أهل السنة. في حاليا دلوقتي مؤسسات هندوسية سيخية يهودية دخلوا في العمل إيه الإنساني اللي ليه صبغة يا رب صبغة دينية. لكن الأصل في الموضوع إنك لا تستعمل الدين لا تستعمل عمل إنساني كوسيلة لنشر الدين. يعني لو أنت بتتكلم عن المعايير الإنسانية اللي اتفق عليها العالم منذ قرابة قرن من الزمان واتحطت في الناس كلها موجة عليها المعايير الإنسانية اللي هم الحيادية الشفافية الشراكة المساواة عدم الانحياز تاني يا ربي هم حوالي ستة أو سبعة العالمية وبلد. دي معناها ايه؟ معناها ان انا بشتغل مع الانسان في كل مكان سواء كنت انا شيعي او سني او سلفي او درزي او يهودي او مسيحي او سيخي او هندوسي بشتغل مع الانسان وفق المعايير الانسانيه اللي محطوطه واتفقوا عليها ايه؟ منظومه الامم المتحده، منظومه السلام الاحمر الدولي وكل الدول العالم متفقه. ده مش معنى كده ان مفيش خروقات بتحصل، في خروقات بتحصل. انا ممكن احاسب الخروقات دي لو انا عندي السلطه. فلذلك احنا في بعض المؤسسات عرضت العمل الانساني الاسلامي لمساءلات. وكذلك الموجات الثانيه، فلذلك كل هذه المذاهب الدينيه اصبح لها مؤسسات تستطيع انها اصبح لها مؤسسات تستطيع انها تقوم بالدور ده. غالبا هي تحمل عملها الإنساني حتى يكون عندها الدعوة لنفس الديانة. يعني أنا أفتكر الغالبة اللي كانوا متعددين أسمع في إريتريا كثير كانوا يتنصروا بسبب إنه هم بيدخلوا للمساعدات وللتعليم وهذا، في نفس الوقت كانوا بيدعوا للنصرانية. فحتى حصل إنه كانوا بيتنصروا خصوصا اللي كانوا عنده جهل في هذا. نتكلم بالنسبة يعني ممكن هما بيكون بمسمى إنه مساعدات إنسانية، لكن هما أكيد لهم توجه مقصده إنه مثلاً الشيعة التشيع، النصرانية التنصر، وهذه أكيد من أساسياتهم الأولية. ده مرفوض، أنا ضد تعدد المعايير العمل الإنساني. دكتور هو بس هما هل هذا أيوة. هذا توجه؟ ما أنت بالتالي بتقدر تحاسبهم بعد كده. لأنه هو مفروض. المفروض المؤسسات المانحة ما تعطيهمش فلوس. المؤسسات الدولية المانحة ما تعطيهمش فلوس لأنهم خالطوا الدين أو خالطوا. يعني أنا في رأيي الشخصي إن اللي هو أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يجبر الإنسان الضعيف
على تغيير دينه لأجل المساعدة ويرتكب جريمة ضد الإنسانية. لا لا عارفينها يعني معروفة ده رأيي الشخصي. وبعدك أنت عندك سلطة تنفذ، أنت عندك معايير إنسانية دولية بتحاول تنفذ هذه المعايير على هؤلاء الناس، سواء كان عن طريق الصحافة أو عن طريق القانون اللي بتاع المنح اللي بتاخدها عندك أو عن طريق إن هو بيحصل بيؤدي هذا الأمر إلى صدمات. ده جزء من الأجزاء المهمة جدا في الصراعات اللي بتحصل في المناطق دي كلها، اللي هو تغيير المذهب بالقوة أو تغيير الدين بالأكل إلى آخره إلى آخره. فدي بالتالي مرفوضة. فذلك كثير جدا المؤسسات الأوروبية بتقول لك عندها مؤسسات لا دينية علمانية إنسانية. تفضل بقى كذا مؤسسة كده، جزء منهم بيعمل الخطأ ده والجزء الثاني ما بيعملوش. لكن مش معنى كده مفيش تجاوزات. في تجاوزات. كلام الأخ أحمد الصورة النمطية دكتور لحسن، كل العمل الإنساني اللي جاء من الغرب هو عمل تبشيري وإحنا وهي صورة نمطية عندنا احنا. هو حتى بالك الصورة بس واقع يعني في جزء منها، في جزء منها حصل جزء منها هو حقيقة موجودة. هو الأصل الأصل في العمل إنه عن طريق الإرساليات اللي كان موجودة على المسيحية من زمان من 200 سنة عن طريق المساعدات والتعليم. الإرساليات اللي كان موجودة في الدول كان موجودة من زمان 300-400 سنة يعني 200 سنة إلى آخره، اللي عايشين في أفريقيا، اللي عايشين كذا، اللي عايشين في الصين، اللي عايشين كذا. ده بدأ دلوقتي القانون الدولي الجديد، الإنسان الدولي الجديد غير مع المفهوم ده. بس مش هنا معلش الدكتور، مش هنا المفروض إنه المؤسسات الإسلامية في هذه الحالة المفروض هي اللي تكون تقوم بالدور هذا أكثر من الجهات هو 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 هو. شوف أنا هقول لك حاجة، أنا عندي رأي معين إن لا تدين لأي طرف، سيب الإنسان تساعده وسيبه يختار الدين بتاعه. من ناحيه السلوك ممكن هو دي فانت بقى ساعات تقول لا انت اصل كده يبقى انت دينك مش عارف ايه وكذا، اقول لك لا انا اول بتاع شغال ولا اول طب خلاص مش مشكله. اقول لك لا انا شايف ان في خلاص ما يصير وقت لا هو ده وجهه نظري ده انا مؤمن بيها. ليه؟ لان انا شايف ان الخطر اللي جاي من عند حضرتك